مساء الخير، النهاردة كمان قررت أعمل مراجعة للرواية الكورية لوزة للكاتبة سون وان بيونغ، والصراحة ما كانش متوفر معايا غير النسخة الكورية نظرا للضغط الكبير على الموقع عشان حد ياخد النسخة الإنجليزية، وكمان ما كانتش متوفرة معايا النسخة العربية، فهبدأ على طول بالمراجعة. تخيل إزاي العيشة صعبة بدون وجود مشاعر أو عواطف. المشاعر بتتحكم في حياتنا وبتتحكم كمان في الطريقة اللي بنتفاعل بيها مع غيرنا، وبيكون كمان ليها تأثير في قراراتنا. حتى الأشخاص اللي مصنفين منطقيين أو اللي بيقولوا على نفسهم منطقيين بتجيلهم لحظات اللي بيسموها لحظات ضعف، وساعتها هم كمان مش بيقدروا يتحكموا في مشاعرهم. الشخصية الرئيسية في الرواية هي سون يون جي، اتولد بمرض الاكسيسايما أو عجز التعبير عن المشاعر، وده معناه إنه مش بيشعر بالفرح أو الحزن أو الغضب أو الخوف، ولا يقدر يحكم على المواقف بشكل كويس، وكمان مش بيقدر يستجيب بشكل مباشر أو شكل سريع لتصرفات الآخرين. وبسبب ده اتعرف في المدرسة بكونه غريب الأطوار وإنه مش بيقدر يعمل صداقات. يونجي عايش مع والدته وجدته في بيت صغير فوق محل الكتب المستعملة اللي بتديره والدته. والدته لما كانت بتشوفه كده بذلت كل جهدها إن هي تعلمه إزاي يظهر مشاعره وإزاي يعبر عن نفسه بردود فعل مناسبة في مواقف مختلفة، زي إمتى يضحك، إمتى يقول آسف أو شكرا، على أمل إنه يبقى له حياة طبيعية أو حياة اجتماعية طبيعية. بفضل جهودها طبعا بتعود يون جاي بالتدريج على الحياة المدرسية، بس كل ده في الآخر كان تمثيل. الرواية بتتكون من 4 فصول، الفصل الأول عن قصة ولادة يون جاي لحد ما فقد عائلته، الفصل الثاني قصة يون جاي اللي أصبح وحيد وبيقابل المتنمر جون لطالب جديد في المدرسة، وظهور الدكتور شيم صاحب المخبز في الطابق الثاني وصاحب محل الكتب كمان. دكتور شيم كان في الأصل جراح قلب وكان صديق مقرب جدا لوالدة يون جاي. الفصل الثالث قصة وقوع يون جاي في حب دورة، والفصل الرابع هو قصة جون اللي هرب من البيت ويون جاي كان بيلاحقه. خلينا الأول نبدأ بمعنى لوز أو معنى لوزة، وبترمز لإيه في الرواية. الصراحة لوز بيرمز لمرض يون جاي وأمل والدته في نفس الوقت. البشر ليهم جزء من دماغهم اسمه اللوزة الدماغية، وده الجزء المتحكم في الشعور. فإذا كانت اللوزة الدماغية دي صغيرة أو حجمها صغير بيعجز الإنسان عن الشعور بالعواطف بشكل دقيق مقارنة بالأشخاص التانيين أو الأشخاص الطبيعية التانية. الحالة اللي بيعاني منها يون جاي ناتجة عن صغر حجم اللوزة الدماغية، فوالدة يون جاي كانت بتعتقد ان تناول اللوز كل يوم هيزيد من حجم اللوزة الدماغية لابنها، زي اعتقاد بعض الناس ان تناول عين الجمل اللي بيشبه شكل الدماغ هيكون مفيد لصحة العقل، وده السبب اللي خلى اللوز يرمز لرغبة الام او املها في ان ابنها يكون له حياة اجتماعية طبيعية زي باقي الناس. حتى جدته كانت بتشوفه مختلف وبتناديله بلقب مختلف زي لقب الوحش مثلا. هو ما كانش معنى سلبي، بس كان له معنى ان يون جاي مختلف عن باقي الناس. يون جاي اللي ما انفعلش حتى لما طعنت جدته وتعرضت والدته للضرب بمطرقة، وبسببها دخلت في غيبوبة وبقى وحيد تماما. كل ده حصل في ليلة كريسمس، ما حصلوش تروما، ما تأثرش، كل ده بسبب عجزه عن الإحساس بالمشاعر. بعدين بتظهر شخصية جديدة في الرواية اسمها جون. جون ده طالب متنمر كل همه ان يون جاي يتألم ويعاني، لكنه كان أول شخص الصراحة حفز يون جاي إنه يبقى عنده مشاعر. جون بيدرك بعد فترة إن كل جهوده في سبيل إن يون جاي يبقى عنده مشاعر أو تعاطف مع الناس كانت كلها بلا جدوى، بس هما بقوا قريبين بعد ما اتقابلوا كتير واتكلموا في موضوعات مختلفة وقدروا يفهموا بعض. في يوم من الأيام عن طريق الصدفة يون جاي بيقابل طالبة جديدة اسمها دورة في الظهر بعد المدرسة، وبتكون الرياح بتحرك شعرها، في يون جاي بيشعر ولأول مرة بشعور غريب كان بيوصفه انه كأنه حجر سقط على صدره. يعني شعور يون جاي ساعتها كان مرتبط بالحب او الاعجاب، وهو بعدها وصفه انه كان شعور غير مألوف غير مريح بالنسبة له. بس بعد كده يون جاي حس بنفس الشعور، شعور الحمل او الحجر اللي واقع على صدره ده، لما جون كمان كان بيعمل مشاكل في المدرسة. فكده نعرف ان يون جاي بقت مشاعره بتتطور تدريجيا. في نهاية القصة بيخرج يون جاي يدور على جون اللي هرب، لكنه بيقابل تشولسا اللي بيضربه في طريق البحث عن جون، وبيفادي جون
وبيطعن بداله بسكين. لما يونجي بيبدأ يفقد وعيه بيشوف جونو وبيتفاجئ انه بيبكي عليه. ساعتها بيحس كأن يعني مشاعره ساعتها بيوصفها، بيحس كأن في سد انهار في صدره. ده كان وصف يونجي لمشاعره في لحظتها. وبعدها وصف كمان الشعور ده انه مثير للاشمئزاز، لكنها كانت تجربة مثيرة ومميزة له. كان في اقتباس كمان في الرواية من رواية تانية اسمها رواية داميان للكاتب هيرمان هيس، كانت بتمثل تقريبا حياة يون جاي. والاقتباس ده بيقول: الطائر يكافح للخروج من البيضة، البيضة هي العالم، والذي يريد أن يولد عليه أولا أن يدمر عالما. وفعلا يون جاي حطم عالمه الخالي من المشاعر تماما وخرج لعالم جديد من المشاعر. الصراحة بعد قراية الرواية اتأثرت بإزاي شخصيتين متعارضتين تماما زي يون جاي وجون. يون جاي غير قادر على التعبير عن مشاعره، وجون العدواني والعنيف اللي مش بيقدر يحتفظ بمشاعره لنفسه خالص. وجدوا أرضية مشتركة لفهم بعضهم وبقوا أصدقاء. وكمان فكرة إن يون جاي قدر يكمل حياته بعد فقدان عائلته بدون أي تأثر، ويمكن ده كله كان بفضل عدم قدرته على الشعور بمشاعر الحزن، فقدر يكمل بعضهم عادي ومتأثرش. أتمنى أنتوا كمان تقروا الرواية وتعجبكم زي ما عجبتني.